القادمة. ونشوف أمامنا هنا الركلة الخامسة، مصر متقدمة بعد أربع ركلات ترجيح 4-3 4-3. يا ولد يا ولد يا ولد للصبح، أمامنا فيوتشر الكرة مع بدرة سنجري، وهنا في هذه الضربة صلاح من هنا كانت البداية، ضربة كانت من معلم، خلي الكوت ديفوار تسلم، محمد صلاح يعلنها ومنتخب مصر يفوز بركلات.